السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان كاملين، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. المهم سأحاول أن أتحدث اللغة العربية الفصحى استجابة لبعض الإخوة طبعا العرب، سواء كانوا من مصر أو من تونس أو من السعودية أو من الإمارات. الحمد لله الجروب تقريبا في عناصر من كل الوطن العربي. فاختصارا للوقت، طبعا كنت قد وضعت منشور من قبل، سأبدأ بالإجابة مباشرة على الأسئلة. قبل ذلك أود أن أعرف إذا ما كان الصوت واضح، تسمعونني بشكل جيد؟ طيب نبدأ بالأسئلة. سنبدأ بالأسئلة في المنشور السابق. محمد كيجي يسأل: أخي الطيبي، هل من الضروري وضع الفيسبوك تويتر بين الإعلان والنكست باتن حتى لا يكون خطر على الأدسنس، أو ليس هناك مشكل؟ شخصيا أضعه، وأضع تقريبا 5 أو 6 أزرار: أضع الواتساب، الإيميل، اللينكدين، تقريبا 6 أزرار: فيسبوك، تويتر. لماذا؟ لأن كل ما ابتعد الإعلان عن زر النكست باتن، فهنا أنت تتجنب الانفايلد كليك أو الضغطات الغير شرعية. الشهر الماضي تقريبا في أغلب الحسابات الأدسنس لم يتجاوز 3 دولار 4 دولار في الحساب. لماذا؟ لأن ليس هناك أي خلط ما بين النكست باتن والإعلان، هناك مسافة كافية جدا بحيث أن الزائر يستطيع أن يميز بين النكست باتن وبين الأدس. الأخ حج علي عبد المالك يسأل: هل ممكن توضيح لنا الطريقة التي تحصلت بها على 0.01؟ طيب، أمس كنت نشرت صورة فيها 0.01 للكليك في حسابي على الفيسبوك. الطريقة باختصار هي لا زالت قيد التجربة. السعر ارتفع، لم يعد 0.01، ارتفع إلى 0.03، 0.04، 0.02 و 0.01، لكنه لم يتجاوز 0.05، علما أن نفس المقال بشكله السابق كان يتجاوز ويصل إلى 0.08 0.07. لماذا؟ الطريقة باختصار، قد يكون يعلمها البعض، قد لا أدري، أنا شخصيا انتبهت لها مؤخرا فقط، هي عند استعمال خاصية عمل إعلان ضغطات أو نقرات من البداية. فعند رفع الصورة مباشرة بعد الصورة، بعد رفع الصورة تظهر لك خاصية أسفل تخبرك إذا ما أردت استعمال هذه الصورة على شكل فيديو. فبالتالي عوض أن تصبح صورة عادية لا تثير انتباه الزائر، فيصبح فيديو. الفيديو يثير انتباه ويثير فضول الزائر. عند الضغط على فيديو يجد فقط صورة ويجد عنوان وتخبره أنه عليه أن يدخل للموقع إذا أراد عليه أن يدخل الموقع إذا أراد أن يشاهد الرابط. فبالتالي الخاصية هي فقط تثير انتباه الزائر في البداية وتثير فضوله، ثم بعد ذلك يدخل إلى الموقع. فهذه نسبيا خفضت سعر النقرة عندي، يعني من 0.07 المقالات التي أشتغل عليها حاليا إلى 0.05، فالربح تقريبا تضاعف. طيب نمر إلى السؤال آخر. أخ أحمد لهلالي يسأل: ما هي الإضافات التي أقوم بوضعها في الموقع؟ شخصيا لا أستعمل إضافات كثيرة، كل ما كان الموقع فارغا من الإضافات كان أسرع. فأستخدم إضافة يوسات الخاصة بالأرشفة
واستعمل اضافه الجي دي بي ار كونسنت ايضا فقط. اما الاعلانات اقوم بوضعها بشكل يدوي كما قمت بشرح ذلك في الفيديو. طيب، في الوقت الأخ حسين باللاوي يسأل: في الوقت الراهن والآتي، ما الذي تراه مناسبا، العمل على تكبير الصفحات أو الاقتصار على المقالات الناجحة والترويج لها فيسبوك أدز؟ شوف أخي الحسين، في اشتغالنا في مجال الأدسنس لدينا مجالين، كنت قد شرحت ذلك من قبل، الأدسنس أربيتراج والفايرال، وسأمر عليه بعجالة. الأربيتراج غالبا ما تشتري نقرات مباشرة دون أن يكون هناك تفاعل كبير، لا في الشير ولا في اللايكات. الزائر يدخل يكلفك مثلا 0.5 يكلفك 5 سنت فتربح منه مباشرة، وبالتالي قد تجد أن صفحة تأتي بعشرة آلاف 20 ألف زائر لكن فيها 200 لايك فقط أو 300 لايك، في حين أنه ممكن قد وهذا يسمى الأربيتراج. فهنا لن تبني براند، لن تبني صفحات تشتغل عليها فيما بعد. لكن إن أنت اشتغلت على مواضيع الفيرال التي تأتي باللايكات، مثلا أعطيك مثال فقط، مثال الهير ستايل وقصات الشعر، فبغض النظر أنك تأتي بكليكات كثيرة فإنك تحصل أيضا على لايكات في الصفحة. فبالتالي إذا استمريت في المايك اب في هذا المجال الخاص بالنساء، استمريت مثلا في المايك اب والهير ستايل والأظافر والكلام هذا، فأنت هنا تبني براند، تأتيك لايكات كثيرة جدا على الصفحة بغض النظر عن سعر الكليك. فهنا ممكن تشتغل الاثنين في آن واحد، تشتغل تكبير صفحة وأيضا تأتي بزوار. لكن فرضا أنك ليس لديك صفحات حاليا، وحتى شغلك على الأربيتراج حاليا لا يأتيك بلايكات، فمن وجهة نظري أن تقوم بالاستثمار والتركيز حاليا في الأربيتراج. عند وصولك مثلا إلى 20 ألف دولار أو 25 ألف دولار أو 30 ألف دولار، في هذه المرحلة يجب أن تقسم في رأس مالك مثلا 15 ألف دولار تقوم باستثمارها في صفحات، وال 15 ألف الثانية تقوم باستثمارها في الأربيتراج. فهنا توازن بين المخاطر بهذا المعنى، لأن ستصل إلى مرحلة طبعا قد لا تستثمر فيها كل أموالك، أو حتى لو أردت استثمارها يتملكك الخوف ربما قد تخسرها كلها أو ما إلى ذلك. فهنا يمكنك قسم الرأس المال إلى نصفين، النصف تقوم باستثماره في صفحات أجنبية خصوصا أمريكا وكندا وبريطانيا، والنصف الآخر تستثمره في الأربيتراج. يسأل أيضا: كيف تتعامل مع حسابات الفيسبوك أدز وإغلاقها مع البدء في حساب إعلاني جديد؟ طيب، غالبا ما الحسابات التي يتم غلقها تغلق في البداية، فما أقوم به حاليا نسبيا يشتغل معي بشكل جيد، هو أنه عند عمل حساب إعلاني جديد أول ما تقوم به هو حملات. هذه الحملات تكون حملات لايكات منشورات، أو لكن أفضل أن تكون لايكات لصفحة معينة، فهنا حتى لا تضيع فلوسك على هباء. فأقوم بعمل حملة إعلانية تكبير صفحة، أعطيها 1 دولار أو 2 دولار. مباشرة بعد قبول الحملة عند صرف 2 سنت 4 سنت 5 سنت أقوم بعمل تكرار للحملة 15-20 مرة. لماذا؟ لأن في بداية الحملة تكون المراقبة تقريبا بشكل يدوي، حتى هذا ما فهمته شخصيا، لا أقول لك أن هذا علم، هذا ما فهمته وأشتغل به حاليا ويشتغل. فالحساب عندما يكون جديدا يمر عبر المراقبة اليدوية، فأي حملة تقوم بها هناك أشخاص يراقبون الحملة، ماذا تفعل، هل موقعك بوت في كليك بايت أو لا، هل مخالف، هل هل هل. فعند قيامك بحملات كثيرة جدا فيمر مباشرة إلى الروبوت،
عندما يمر إلى الروبوت هناك هنا تبدأ في الاشتغال على المقالات. ففي البداية أقوم بعمل 20 25 حملة كلها فيديوهات مباشرة، بعد صرف 10-15 دولار من الحساب أقوم بعمل اللينكات. طارق سلمان يسأل هل لديك خبرة في الهيلث ارتكلز؟ ما قدرتش نعمل لونسي كامبين. والله الهيلث هذا موضوع بوحده، لكن حاليا انا لم افهم لحد الان كيف يشتغل الفيسبوك. حاليا شغال بحساب هيلث تقريبا 3 اشهر، والله العظيم 3 اشهر او 4 اشهر بنفس الحساب شغال بهيلث، ومواضيع يعني في كل يوم بقول انه هذا الحساب سيقفل، ولم يقفل لحد الآن، ويصرف بشكل عادي، حتى أنه شغال به بيصرف 500,000 دولار في اليوم من غير أي مشاكل، رغم أن كل الإعلانات فيه هيلث. فأنا متوقع في أي يوم سيتم إقفاله. فالهيلث أنت تغامر بحسابك أخي طارق، الهيلث لأن أغلب المواضيع التي تكتبها ليست مواضيع موثوقة، وبالتالي فكل المعلومات التي نكتبها في الهيلث هي معلومات مأخوذة من مواقع أخرى لم تثبت صحتها، وليست لدينا أي شهادة تثبت أننا دكاترة أو معاهد طبية أو إلى ما ذلك. فمهمة الفيسبوك هي حماية المستهلك، فمثل هذه المقالات فهي تؤذي أكثر من مواضيع السي بي اي ومواضيع السكام. في النهاية مواضيع السي بي اي وغيرها هي مواضيع مادية، لكن هنا تتعلق بالإنسان، بشخص الإنسان. فمواضيع الهيلث هذه مواضيع أنصحك بالاشتغال عليها عندما يكون لديك طرق عمل حسابات إعلانية كثيرة، وإلا ابتعد عنها. الأخ إدريس حسن طلب منا يكون اللايف بالفصحى، والله بحاول أخ إدريس، إن شاء الله تكون استفدت على قدر المستطاع. والله الأخ أيوب فتلك جربتي شي ترافيك من غير نيتيف أصل. الأخ أيوب يسأل هل جربت ترافيك نيتيف أصل؟ خلال التواجدي بمؤتمر عرب أفليت سمت كان هناك بعض الأشخاص الذين يشتغلون في النيتيف أصل. النيتف آتس جيد، وسعر النقرة فيه بيكون أعلى من الفيسبوك، وممكن ضعف وممكن 3 أضعاف. مشكلة النيتف آتس هو أنه يجب أن تكون لديك ميزانية كبيرة. لماذا؟ ليس للمكسب، وإنما لتجربة أكبر عدد من الزونات. فبالتالي مشكلة النيتف أنه فيه بوت كبير جدا، عدد كمية بوت رهيبة، فليست كل الزيارات حقيقية. فلذلك لابد من عمل تتبع، وفي النهاية لم أجرب الموضوع بعد، لكن بإذن الله سنأخذ هذه التجربة إن شاء الله. فؤاد أصيلة يسأل نجيب ترافيك من نيتف فرنسي شنو هي أحسن نتورك؟ يسأل يريد أن يأتي بزيارات نيتف لموقع فرنسي. أحسن المواقع حاليا هي طابولا وأوت برين، حتى ليف كونتنت عليها ملاحظات، ام جي كذلك عليها ملاحظات. فالافضل هي طابولا والاوت برين، لكن سعر النقره هناك يصل الى 40-30 سنت. طبعا ليس بالضروره، ففي النهايه تعتمد على نسبه السي تي ار عندك في الاعلان. ادم ديدو يسال هل الويب سايت لو جديد يفرق في سعر النقره؟ سعر النقرة عندي غير ثابت على الإطلاق، يعني النهاردة تبقى سعر النقرة في أصل 30 سنت، بكرة على أي 12 سنت، ده سببه بعد اختفاء الانتكس على السي تي ار. أكيد أخي آدم، الموقع لو جديد أنت فقط حتى أشرحها بهذه الطريقة، موقعك جديد أولا لازم يتعرف الروبوت على محتوى الإعلان حتى يأتيك بإعلانات تناسب موقعك أو تناسب المقالات في الموقع، هذا أولا. ثانيا المعلنين
عند عمل موقع جديد يأتيهم ترافيك من موقعك، فهنا لازم يعملوا تحليل لهذه النقرات التي تأتي من الموقع. هل هي نقرات تأتي بمبيعات، لأن أغلب المعلنين يبيعون أشياء، فإذا كان الأمر كذلك يقومون برفع سعر النقرة على موقعك، فتكون هناك منافسة، وبالتالي يأخذ موقعك هذا الرتم في التنافس. لكن بعد فترة أحيانا كل المواقع الجديدة بعد أسبوع يرتفع أو 10 أيام بالكثير يبدأ في سعر النقرة بالارتفاع، لكن بعد فترة ستلاحظ أن سعر النقرة بدأ ينزل، وهنا قد يكون موقعك أو حسابك الأدسنس قد دخل في حاجة اسمها السمارت برايسينج، تمام؟ فهذه تم عملها من أجل حماية المعلنين في أدسنس، لأن الزيارات التي تأتي من موقعك زيارات ذات جودة رديئة ولا تتحول إلى 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 مبيعات، فبالتالي المعلنون بدأوا تعبت من اللغة العربية، عييت من الله لا عييت من اللغة العربية عليين. فالمعلنين هنا يا راجل معلش اوكي طيب، بعد اختفاء ان فعلا التكلفة. طيب يسأل عن كيفية رفع الـ CTR، وسأقول ما أقوم به حاليا في رفع الـ CTR. حاليا الـ CTR عندي ثواني أجودي حاليا نسبة النقرة عندي 14.84. المهم ما أعرف إيش باينة، أكيد شفتوها. المهم وتشوفوا طيب هذا كلام كنت قلته من قبل، لكن في تعديلين بسيطين فقط. التعديل الأول هو أنني أستعمل البوتن 320، هذا خاص بالموبايل طبعا، 320 على 50، هذا الإعلان يكون فوق النكست باتن مباشرة، عوض الإعلان البانر التلقائي أو الريسبونسيف. فالأشخاص الذين يشتغلون على الموبايل يمكنهم وضع هذا الإعلان، هو إعلان جيد جدا يرفع نسبة CTR، لكن قد يكون هناك عليه نسبة الـ invalid click، لأنه أنا فقط جربته هذا الشهر. بغض النظر عن هذا الإعلان، نسبة النقر تكون غالبا في 11-12، هذه النسبة العامة. ففي البداية يكون هناك إعلان نصي فقط يكون فوق العنوان، يكون إعلان ثاني كذلك إعلان نصي يكون تحت العنوان، وبعد المحتوى وفوق زر النكست باتن يكون البانر الذي قلت لكم الآن 320 في 50، ثم بعد النكست باتن أو بعد شير باتن يكون إعلان آخر الذي هو إعلان نصي كذلك. فبالتالي في النهاية أنا أستعمل حاليا 3 إعلانات نصية وإعلان واحد إعلان بانري. طبعا يمكن استعمال 3 فقط، لأن أحد الإعلانات هنا لا يأتي بنقرات كثيرة، لكن في النهاية الهدف هو رفع نسبة الاستثمار. بالنسبة لسعر النقرة، سعر النقرة عندي حاليا 0.50 لهذا اليوم نيتش الصحة. طيب نعود للأسئلة. أيوب يماني، في أين يمكن أن أجد FBS account with verified PayPal؟ أين يمكن أن تجد؟ والله حاليا بالنسبة لل FBS account، هناك من يبيع حسابات فيسبوك قديمة، يمكن أن تشتري حساب وتقوم بإنشاء الحساب، لكن ال verified PayPal
في موقع قد أشاركه معكم إذا تذكرته، يبيع باي بال مفعل ب25 أو 30 دولار، سأحاول تذكره وأنشره في الجروب إن شاء الله. أيوب الفراوي، هل هناك منتدى مدفوع يمكن الاشتراك فيه يطرح محتوى وكيس ستادي متجدد فيرال وأفيليت؟ والله ليس لدي علم بهذا أخي. حسني يسأل أخويا الطيب اهضر لنا على السي بي اي بواسطة الاف بي ار. أخي الاف بي ار السي بي اي ابتعدت عنه تقريبا في نهاية 2016، لا في نهاية 2017 ابتعدت عن السي بي اي لأني كنت أشتغل تقريبا بالفيسبوك فقط، فلما واجهت مشاكل كبيرة جدا بالفيس ابتعدت عنه. لكن حاليا هناك من يشتغل يشتغل السي بي اي بالفيسبوك عن طريق الكلوكينج، ابحث عن هذا المعنى كلوكينج في جوجل، هناك مواقع تقدم هذه الخدمة. نور الدين حيجوبي، أخي حجي بالنسبة للأدسنس القديم، هل يقوم الأدسنس فيريفيكيشن في كل موقع جديد أضفناه وكم ثمن الأدسنس العادي القديم تقريبا؟ حاليا كل الحسابات هي سواسية، يعني كلهم مروا إلى الحساب إلى السياسة الجديدة، لكن ليس كل الحسابات. هناك مثلا حساب عندي حاليا حساب يمكن أن أضيف في مواقع لحد الآن، لكن أكيد سيمر الحساب إلى السياسة الجديدة عما قريب. أخوي حجي، ماذا تقوم بعد إغلاق أدسنس في حاسوبك؟ هل يمكن أن نفتح أدسنس جديد في نفس الحاسوب بعد عمل فورمات؟ أكيد طبعا، عند عمل فورمات يمكنك فتح حساب آخر في نفس الحساب. طيب، جينا من الأسئلة الخاصة بالبوست، نذهب إلى اللايف الآن ونرى أسئلة اللايف. يا سلام، 38 كومنت، شرفتمونا النهار. صلاح رداك تشتري اللايف، والله ما معرفش، لا ادري لا ادري، هذا نصح بشراء اتلس قديم دابا وانا نشوفو غير اوكي يا عمان. ايوب يماني ثانك يو مان، العفو اخي بالعكس هذا واجب. ادريس، هل تنصح بشراء اتلس قديم وكم سعره تقريبا؟ قديم لو تم الاستلام منه هذا يكون أوثق بالنسبة لجوجل، أما قديم فقط ولم يتم الاستلام منه أي شيء فهو كأنه جديد عند جوجل. أول ما يبدأ العمل ستتم مراقبته بشكل عادي جدا. مشكل في فيسبوك أدس الجديد، يقبل إعلانات الصور فقط أما الروابط دائما مرفوض. طيب أخي زكريا، خذ الرابط لأي موقع مشهور، جوجل، ياهو، أمازون، بينج، أي موقع كبير معروف، وضعه في الإعلان وانظر إذا ما كان سيقبله أم لا. إن لم يقبل فاعلم أن المشكلة في حسابك في الفيس، لكن إن مر عادي فاعلم أن المشكلة في الموقع. I click in. محمد حرفوش، لا تحرمنا من اللايف دائما أخي الطيبي، أنا والله دائما أحب أن أتابع اللايف الخاص بك لأنك لا تبقى لنا معلوم. إن شاء الله أخي محمد بإذن الله. الفكرة هي أن يكون هناك جديد نقدمه للأعضاء.
طارق سلمان if every robot cut many time do you think that I need to change the IPAT account disapproved or text. هي من البداية أخي طارق، من البداية لو اشتغلت غلط أي رابط بعدها سيتم مراجعته بشكل يدوي. فلهذا أنا قلت في البداية من الأفضل عندما يكون الحساب حساب فيسبوك جديد أن تقوم بعمل أكبر قدر ممكن من حملات اللايك، سواء كان لايك بيج أو لايك منشورات عادية، لهذا حتى تمر إلى الروبوت. الروبوت لا يمسك كل شيء، لا بد أن يمر عليه الكثير. عثمان رومانا ربط بايونير بفيسبوك أتس. نعم، لكن من المغرب صعب، لذلك يجب أن تكلمهم أولا. إذا كان عندك شات مفتوح في الفيس، من الأفضل أنك تواصل معهم، تلفت لهم تقول لهم بالله راه المغرب عندنا ليميت ديال 10000 درهم ديال 1000 دولار في العام، وبالله راه خصك أنت كتخدم وكدير الحملات في سميتو في شوبي باي وكذا، وضروري ما خصك شي بايمنت باش تخلصهم. فإلا كان ممكن يضيفوا لك البايونر راه فيها الفلوس، إلا كان فيها الفلوس سميوت تصور الكونتيتي اللي فيها وخا تكون غير 1000 دولار وتصيفطها لهم في الشات. من بعد غادي يقولوا لك صيفط لنا الكارت وغادي اجوطيوها هما الرسم. ممكن مثال للطريقه اللي قلتي ديال الصوره بحال الفيديو من بعد اللايف. شوف غتمشي صراحه غتمشي للفيسبوك دابا، غادي دير انشاء اعلان نقرات، من بعد غادي دير الرابط والوصف سميتو، وسير الايماج دير اختار ايماج انفو، غادي اختارها غتعطيك لتحت تومب نايل شي حاجه بحال هكا تقريبا. واحد دقيقه صافي كتختار كتكليك عليها وكتعطيك تختار شحال اين فورما بغيتي دير هاد الفوتو هادي، اش من فورما بغيتي دير هاد الفيديو هذا، كتختار الاولى ابخي تعطيك تكتب التكست اللي بغيتي، الارت اللي لا التايتل والكول تو اكشن، كليكي اي سي ولا انت كتكتب داك الشيء لتحت باش كتقدر توصل لانفو الفيزيتور. طيب اي هاف او اي لايك وير اي بليش ارتكل اباوت واي دو يو لينكج ان ديتيلز شو كريت اوت وذ انجمنت اور لينك ليست مانوال اور اوتو بي اوت دوت. لا هادي فؤاد، بالنسبه ملي يكون عندك مثل هاد المقالات هذه فمن الاحسن انجيجمنت ماشي كول. علاش؟ لان بحال هادو تيكون تيمشيو فايرال وتيكون اونجاجمون ديالهم طالع، دونك لي ميو انك تستافد منهم والكليك غادي يجي ابخي. اخي حجي، كيف تتخطى الدوتيشن 10000 درهم في السنه؟ هل تشترك باي بال عند الاشخاص؟ هذا هو الحل اخي، اما شراء الباي بال او شراء البايونير. حاليا استخدم بايونير في الدفع، وكذلك بعض الحسابات عندي اشتغل بالباي بال. احمد حسن، اهلا بك يا باشا، نورت الجروب النهارده. كيف تعرف المهدي الهبة؟ كيف تعرف عائد كل مقال على حدة في الأدسنس؟ الأدسنس أخي فيه خاصية اسمها اليورل شانل أو الكريتير شانو بالفرنسية أعتقد. إذا ما المهم غتمشي غير اليوتيوب غدير اليور شانل ادسنس، غادي يعطيك كيفاش دير اليور شانل، كتحط فيها اللين ديال كل مقال، من بعد كتدخل اليور شانل وكتشوف الاحصائيات ديال كل مقال شحال دخل لك. هذه باولا. ثانيه انه من جوجل اناليتيك براسو، انه الا ليتي مع ادسنس ديالك تيولي عندك هاد الاوبسيون هادي باش تشوف لي ريفوني ديالك في جوجل اناليتيك. طارق سليمان العز الحاج، شكرا اخي. اسامه، واش كاينين شي مؤشرات تتعرف بهم الويننج ارتكل؟ اكيد، راه قلت انا تقريبا في فيديو او جوج،
الوينينغ ارتيكل غالبا في البداية ديالو ملي كتطلق ثلاثة ديال لي زاد في الاتليت وكتطلق ثلاثة ديال لي زاد سيت وكل وحدة كتلقى بجوج دولار او لا ثلاثة دولار، فغالبا غالبا تتلقى واحد ثلاثة ديال لي زاد ولا اربعة ديال لي زاد ولا خمسة تيكونوا ب 0.06 0.05 مع البزية. دونك راه 0.05 في امريكا تيكون غالبا تيكون كليك مزيان، اللي مع لونغاجمون ابخي تيعاود يهبط. لقيتيه من البدايه 0.18 0.20، عرفي الا داك الارتيكل معليش اونغاجمون، يا اما التارغيتينغ ديالك خاطئ، الاستهداف اللي استهدفتي سا مارش با، اولا الارتيكل براسو يا اما ديجا شافوه هذيك الاودينس شافتو بزاف، ولا هذيك الفوتو اللي اختاريتي ديجا خدموا بها الناس. دونك واخا غنشوفو انا اليوم واخا هو فريمون مقال مزيان وارتيكل زوين، ولكن انا ديجا شفتو على انا اكزامبل. دابا ملي كتلقى شي خبر في هيلث بريس النهار الاول كيكون الانجاجمون ديالو طالع، كتجي نتا غد لي كتقول واو هاد الارتيكل هذا عليه 15000 لايك في هيلث بريس وعليه 5000 في شير، راه غادي نجي نديرو انايا. كتهدلو كديرو ما كتجيبش هذيك الريزولطا، علاش؟ حيت هذاك الارتيكل ديجا تشاف وديجا كلشي عرفو كلشي داوي عليه. صلاح يعني ما بقيتيش تخدم حملات البي بي او دابا غير لينك كليك؟ لا صديقي ما قلتش هكا. في البدايه اغلب الحملات التي اقوم بها هي حملات بي بي او، اذا ما رايت ان هذه الحملات حملات ناجحه وان نسبه النقر عليها عاليه اقوم بعمل اللينك او الكليك. سفيان يسال هل من طريقه لإدارة مجموعة من حسابات فيسبوك وكذلك أدسنس على حاسوب واحد؟ بالنسبة لحسابات فيسبوك فقط تقوم بإضافة نفسك في الحسابات الثانية كأدمن، وبالتالي تقوم بفتحها كلها من حاسوب واحد. بالنسبة لأدسنس والحسابات الكثيرة في أدسنس سأقوم سأشارككم ما أقوم به شخصيا. انا لا افهم ان شخص لديه حساب ادسنس ويجني منه 1000 دولار او 2000 دولار او 10000 دولار في الشهر ويقوم بفتحه في ار دي بي ب5 دولار. باي منطق تقوم بالمغامرة والمخاطرة بحسابك فيه 3000 أو 4000 أو 15000 دولار وفتحه في حساب RDP الذي من الممكن جدا أن يقوم فقط لهذا السبب بإقفاله؟ لماذا؟ لأن هناك IP مختلف يتم الدخول منه لنفس الحساب. فما أقوم به أنا بسيط جدا هو أنه لدي أربع حواسيب. كل حاسوب تقريبا اشتريته ب100 دولار للحاسوب، ليس بمواصفات عالية أو كبيرة، فقط أضعه أمامي كي أراقب حملات الأدسنس. فبهذه الطريقة أتجنب كل مخاطر غلق الحساب. يعني كل حساب أدسنس لديه حاسوب خاص. هذه طريقتي في العمل بأكثر من حساب، حتى باش نرتاح وكتبقى هاني من الاخر. اوكي سلامه عمر بن علي، خويا الطيبي بغيناك تدوي لينا على هذا المشكل ديال الفولاشن سايت بيهافير نافيغيشن. هذيك البوست انا راه باقي ما شفتوش والله العظيم، راه ابروفيتو قبل دخلتي ليا قبيله قلتي لي ابروفيه وابروفيتو. غادي نرجع ليه اخويا عمر بن علي، غادي نرجع ليه. زكريا زيد لينك ارتيكل تاع كريم مجدي محمد علي. هاني الراجل، لا حرقع يا هاني حرق. انا انا بعد شويه حروح على المصري، في ناس مصريين كثير معانا ان شاء الله، والنهارده حنفرحهم معانا يلا. طيب بالنسبة لأخ محمد عزيز، أولا 10 دولار و 0.30 سنت
يعني تقريبا 10 دولار اقل. اقل شيء تاتي به هو 100 كليك، 100 كليك في امريكا. 100 كليك يعني ممكن نقولوا لو البيج بير فيو عندك صفحتين هيكونوا 200 صفحه مشاهده. يعني من 200 صفحه مشاهده تقريبا عندك كليك واحد اللي هو 0.30 سنت، او نفترض انه 0.15 يعني صفحه يعني نقرتين. فالمشكل هنا اخي عندك اكيد هو CTR. CTR اسبابه واضحه بوضوح الشمس. رتب، ارجع ان شاء الله ححفظ هذا الفيديو ساسجله، فراجع ترتيب الاعلانات كما قلت، وراجع وضع النكت الازرار الشير، ثم حاول ان تستخدم حتى لو كان النيتش عندك عربي على ما اعتقد، حتى لو كان عربي استخدم فويس فهو قالب رائع سواء في العربي او في الانجليزي. انا اصلي جنوب افريقيا، غفلوني اليوم الصباح كنت رابح. يا أنس يا أنس أنت داير ثقة في عوزة. طبعا الناس اللي عندها البيدجي صغير جدا، ليس بالضرورة أن تشتغل في أمريكا. هناك نيجيريا سعر الكليك تقريبا مثل السعودية في الأدسنس، ليس كبير جدا، لكن ستجد 0.07 0.010 سنت في الادسنس. وسعر النقره في الفيسبوك احيانا يصل عندي الى 0.002 و 0.001. يعني الالف زائر من نيجيريا يكلف تقريبا 1 دولار او 2 دولار، لكن ليس دائما هذا هو المعيار. الفكره انك تجد مقال بهذه المعايير ب 0.001، وتجد مقال فيه سعر النقره جيد جدا. محمد حرفوش، اللي سال من المصريين غنجاوبوا بالمصريه، واللي سال من المغرب غنجاوبوا بالمغربيه، وكل واحد يبقى على خاطره. استفسار اخي الطيب، بالنسبه لمواقع صياغه المقالات، هل هذه المقالات تصيغ المقال بشكل جيد ومقبول للزائر، ام ان جميع المواقع تعمل صياغه المقالات فقط؟ اذا كان هناك موقع يقوم ب بالنسبه لمواقع اعاده صياغه المحتوى اخي محمد حرفوش، لا انصح بها بتاتا. اذا كنت تريد الاشتغال في ادسنس، فادسنس من يدخل الى موقعك هم ناس مثقفون يتكلمون لغتهم الام، فانت تخاطبهم بلغه الام، اي خطا سيعرف ان هذا المقال ذو جوده رديئه، فبالتالي ستقوم باضاعه اموالك فقط. الناس لن تقرا ولن تمر للصفحه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، فبالتالي ستخسر اموالك فقط في الموضوع. لذلك لا بد من ايجاد موقع مثلا اي رايتر او فايبر او فريلانسر، او حتى هناك من يقوم بهذه الخدمه في الوطن العربي كالاخ حسن عنبر اعتقد لديه هذه الخدمه. فحاول ان تتعامل مع اشخاص مباشره متمكنين من اللغه الانجليزيه حتى يقوموا بكتابه محتوى جيد وذو جوده عاليه. صلاح، واش نفس الويفي فيهم كاملين؟ نعم اخي صلاح، نفس الويفي فيهم كاملين. فهد، فهد مصطفى، خويا عندي باج 600 كا عربيه ميزه، كاين كيفاش نستغلها؟ حاليا خويا فهد راه تلقوا الاد بريك في الفيسبوك في الوطن العربي، دونك تقدر تسجل في الاد بريك وتخدم غير على الفيديوهات دابا حاليا، تخدم غير على الفيديوهات، ولات فيهم المونيتيزاسيون بحالهم بحال يوتيوب، على حسب النيش ديال الصفحه ديالك. يوسف تبارك الله، الشاف قلبتها مصريه اخويا، الجروب عندي مخلط، شنو غندير؟ راه كل واحد خاصك تهضر معاه بلغته، هو داخل خاصو باش يفهم. خويا حسن تبارك الله عليك، خويا حسن بارك الله فيك، منور الجروب كما العاده.
عثمان الله يهديكم خوتنا عوازنا معاهم الخبز. وشكون قال لا خويا؟ بالعكس دقنا خويا الخبز ديالهم وحنين، داكشي زوين عندهم تبارك الله. بتفرج يا كبير وانا بشرب شاي باللبن، مشروبك المفضل. اموت في الشاي باللبن يا عم سمير، والله بموت في الشاي باللبن. ولسه واخد طالب حته بسبوسه كمان من الواد صاحبي وليد، ان شاء الله حييك المغرب. مع انه اسامه شكرا لايف عامر بالمعلومات. مرحبا اخويا، شكرا لك اخويا اسامه. سعيد قال ممكن سيف لايف انا الله يجي. مرحبا غنحاول ندير سيف. الاتلانتس بالترج العربي هل هو مربح ويستحق ام لا؟ اكيد اخي اكيد الاتلانتس العربي، ما جعلني اترك الاتلانتس العربي هو محدوديه الاودينس في العالم العربي. عندك السعوديه والامارات وقطر والكويت، ف اذا كان الار بي ام مثلا 10 دولار او 8 دولار فتحتاج تقريبا إلى 10,000 زائر لتصل إلى 80 دولار، و 100,000 زائر أو 100,000 صفحة مشاهدة لتصل إلى 800 دولار. 800 دولار في أمريكا تصلها ب تقريبا ب 10,000 أو 9,000 زائر، فبالتالي ليس بالضرورة أن تأتي ب وفي وقت أقل. في السعودية والإمارات تقريبا 24 ساعة، في أمريكا غير هذا بتاتا. فهذا الفرق، الفرق أن المحتوى العربي أكيد مربح وممكن تحقق منه أرقام جيدة، لكن كبداية فقط، كبداية، لأنه بعد 4 أشهر 5 أشهر ستصل إلى مستوى تجد بأن السوق العربي سوق ضيق جدا، فبالتالي ستضطر إلى الخروج إلى العالم الآخر. محمد سمير أنت بتحسب التكلفة على أنها زيارة زي وأنت إعلاناتك تفاعل؟ بص يا سمير، في البداية أنت بتعمل engagement، لكن في الفيسبوك نفسه في خيارات أنك ممكن تعرف التفاعل ده عبارة عن إيه، هو لايك او شير او كليك. فلما بتخش هتلاقي تقريبا كل الحملات اللي عندي اللي عاملهم انجيجمنت في النهايه تقريبا اكتر من 95% هي كليكس، فاهم؟ فبالتالي انا بحسبها كده رغم انه هو تفاعل بس هو كليكس فعلا. شنو المواقع اللي نقدر نجيب منها مقالات حصريه؟ سعيد لا من قبل سعيد، شنو المواقع اللي نقدر نجيب منها مقالات حصريه؟ خويا سعيد ملي كنقولوا مقال حصري يعني ما عند حتى شي واحد الا انت، تمام؟ فباش يكون مقال حصري خص تكون انت اللي كاتبه او لا شي واحد كاتبه لك ومخلصه. كاين موقع ديال واحد الصديق ديالنا سميتو من موريتانيا سميتو هشام عباس اعتقد، هشام عباس عنده موقع سميتو نكتب لك، نكتب لك او اكتب لك حاجه وحده، اكتبها في جوجل غادي يطلع لك. تقدم هذه الخدمه هذه من الصفر سواء عربي او انجليزي. يوسف خويا الطيبه كيفاش نقدر نتحكم في النكست بيج ونديرها فين بغيت؟ خويا عندي كود انا مصايبو راسي، مصايبو ليا ديفلوبمنت، هو اللي كنت بارطاجيت في البدايه. ميم نسبيا انا كنشارك معكم افضل الحوايج، حيت تنديروا شحال من حاجه وكنشوفوا اللي مزيانه واللي خايبه. افضل حاجه هو ان النكست باطن يكون باين ما تخبيش. هذه اللي وريتك دابا ديال 14% ديال السي تي ار اللي عندي اليوم، راه النكست باطن باين وواضح وديال فويس، هو النيت يعني ماشي. فالفكره غير في المقال انك تخلي الزائر انه يتحمس على اساس انه يدوز للصفحه الثانيه، فهنا فين كاين سميتو. والطريقه ديال واحد الاعلانات اللي كما قلت انها تكون اعلانات نصيه فوق هذا فوق العنوان وتحت العنوان، والاعلان الثالث هو غير كان بغيتي تزيدو رغم ان نسبه النقر ديالو ما كتفرقش بزاف ولكن كطلعني واحد شويه السي تي ار. ميدو حمود كيفاش نطلع السي بي سي في الادسنس؟ السي بي سي 0.4 وجايب الكليك ب 0.02.
بالنسبه لهذا كنت شرحته وغنعاودو نفس الطريقه، راه ما كاينش شي حاجه اخرى كنديروها، هي ان هذاك المقال كتمشي كتقلب لي على كتكتب شنو عندك في الـ في الـ في الـ في الـ في الهيدلاين، واش كتهضر على الدوكس، كتهضر على الكات، كتهضر على، فكتشوف اش من مجال وكتمشي لجوجل كي وورد بلانر ولا السيم روش ولا اي كي اي بلاتفورم تجبد منها لي كي وورد والبخي ديال لي كي وورد، وكتحاول تعزل واحد العشرة ديال لي كي وورد اللي تيكون تقريبا البخي ديالهم هما اللي عاليين كاع تقريبا، فكتحاول تخلي ان هذيك الفيرست بيج اللي غادي دير مثلا الارتيكل فيه 8 ديال لي بيج ولا 6 ولا 5، هذيك الفيرست بيج كتحاول تخليها تكون طويله شويه، تكون فيها تقريبا واحد 500 حتى 600 كلمه بيان سو، غادي يديرها لك الري رايترز، وهذيك 600 كلمه ضروري تتخشي فيها هذيك كدمج فيها هذيك العشرة ديال الكي وورد اللي اختاريتي، بطبيعه الحال خصهم يبانوا بلا راه عندهم علاقه بالتكست، ماشي غير جيتي وحطيتيهم تما، فالري رايتر هو اللي انت كتعطي التكست كامل باش يحاول ما امكن انه يانتيغري اللي غادي تجي مع الكونتكست ديال التكست. سعيد قاضي خويا جاوبتك على هذه المؤشرات التي تدل على ان المقال ناجح. يونس ساي بروكن تشات الطريق، مرحبا ان شاء الله. وي خويا هو هذاك عباس الصحراوي، خويا منير بارك الله فيك حبيبي، نورت اللايف. ما كتعرفش شي حل اودينس انسايت؟ مالو خويا حسني الاودينس انسايت خدام، شنو المشكل اللي فيه؟ محمد حرفوش، ما هو عدد الكلمات المفضلة في المقال مثلا 300 أو 500 أو 1000 أو أكثر، وهل بقاء الزائر في الموقع فترة طويلة يرفع من سعر النقرة وسعر مشاهدة الصفحة؟ نسبيا في أول صفحة أنصح ب 500 كلمة 400 كلمة، كل ما كان المقال الأول كبير نسبيا، لكن أن يكون ذو جودة حتى ويكون مليء بالكلمات المفتاحية العالية السعر كما قلت. بقاء الزائر يؤثر طبعا في الموقع، هذا يدل على أن هذا الزائر هو زائر مهتم، وأن المحتوى الذي تقدمه هو محتوى جيد، والكواليتي الخاصة بالترافيك كواليتي جي، الكواليتي تبع الزوار هي كواليتي جيدة، فالبونث ريت والبيج بير فيو او البيج فيو بير فيزيت، فهذه تساعد طبعا بشكل كبير في انها اولا تعطيك صفحات اكثر، تقوم بانزال نسبه النقر جيد، لا تؤثر سلبا على حسابك في ادسنس. اعطيك مثال، افرض مثلا انك اتيت بألف زائر من الفيسبوك، هذه الألف زائر دخلت موقعك لكنها لم تمر إلى أي صفحة ثانية لأن محتواك رديء أو محتواك ليس جيد أو أي شيء، فستظهر لك ألف صفحة مشاهدة. الألف صفحة مشاهدة نفترض أنك أتيت بسعر نقرة من الفيسبوك بصفر خمسة أو صفر أربعة، فالألف زائر كلفك $40 أو $50، وسعر الألف في أدسنس هو $30، لاحظ معي هنا ستخسر العشرة أو $20، لكن لو انتقل الزائر إلى الصفحة الثانية سيرتفع سعر الـ RPM وكذلك سيتضاعف في نفس الوقت، فعوض $30 أو $40 لألف صفحة ستحصل على $40 لكل ألف، فبالتالي هي 2000 صفحة، 2000 صفحة يعني $80، فهنا يكون المكسب. منين نجيب صور ما عليهمش كوبي رايت؟ غادي نحط لكم مواقع ان شاء الله الرحمن الرحيم فيها ما فيهاش كوبي رايت، ولو ان جوجل حاليا ممكن تخدم بجوجل في كلمات without كوبي رايت. حسني، قصدت في الاودينس انسايت كيفاش نلقى التارجت مزيان، كاينين اخويا لي فيديو هذا الموضوع، هذا ما بغيتش نعاود نشرحه لان تشرح بزاف، الا مشيتي للفيديوهات ديال بلال راه هضر على هضر، هو ديجا شرح تقريبا في شي 3 السوايع ولا 4 السوايع هو كيشرح في الاودينس انسايت، دونك ما جاتني باش نعاود نشرح نفس الشيء اللي مشروح غير غنضيعوا الوقت وصافي.
ياسين بوكريم ايم نيوز اور فويس، شكون اللي فيه سي تي ار افضل؟ ايم نيوز طبعا هو اللي فيه سي تي ار افضل، لكن فويس فيه الكوست بير كليك احسن، فيه البيج بيج فيو بير فيزيت افضل، والبونس رايت احسن. فبالتالي شخصيا انا خدام فويس حاليا. محمد سمير، الكليك اللي بيطلع في تقرير حملة التفاعل بيبقى كليك على البوست او صورة اليو اس مزيار الرابط؟ لا يا باشا، انت تخش على الـ على الـ على حسابك وتروح على البرفورمانس، هيديك اللينك كليك، مش اي كليك، لا بيقول لك اللينك كليك اللي هما النقرات على الرابط. الحاج علي عبد الملك، هل يكون وضع الكلمات المفتاح غير تبع شوي ام هناك اماكن مخصصه؟ اخي حاج عبد المالك، انا قلت لا، لست انت من يقوم بوضع الكلمات، لازم تشوف لك رايترز، شخص يجيد اللغه الانجليزيه متمكن منها، يقوم باعاده صياغه المحتوى ويقوم بادخال تلك الكلمات بطريقه تظهر بانها من المحتوى وليس كلمات دخيله. جميع انواع المقاطع الموقعية ام يجب ان اختصر في نهج واحد؟ حسب حسب الموقع، اذا كان موقع فايرال فيمكن وضع جميع المقالات، اليوم تضع موقع لميسي وغدا تضع موقع مقال لكريستيانو، بعدها تضع مقال لكلب ينقد شخص ما وهكذا. لكن ان كان موقع متخصص فيفضل دائما النيتش، أن يكون موقع مختص في شيء معين. خويا طيب، كنت قلتي بلا النكست باك اللي كيديرو ريفرش كيف نحسبها؟ لكن الاخرين اللي لا خويا، ما قلتش، انا لم اقل ذلك، بالعكس النكست باتن عندي انا في الموقع يقوم بالريفرش للصفحة كاملة، مش غير الارتيكل. العفو أخي ياسين، يوسف العفو أخي، العفو أسامة، بارك الله فيك على الإجابة، مرحبا أخويا. إخوان، ما بقاوش الأسئلة، تبارك الله كل شيء واضح، الحمد لله. المهم، إن شاء الله الرحمن الرحيم، دابا مبقاوش الأسئلة. الاخوان ارتأوا انه غادي يكون واحد الايفنت او ماشي ايفنت، ميتاب نتلاقاو فيه الدراري ديال الجروب، غيكون خاص غير بادسنس، وبيان سور علاش لا، الناس اللي خدامين في دومينات اخرى يبارطاجيو المعلومه في اللي بغى يتوسع من بعد ولا. فارتأينا ان شاء الله الرحمن الرحيم انه في شهر 3 او في شهر 4 غادي يكون الاعلان على هذا الميتينغ بيناتنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هي فرصه باش نتعرفوا وباش نحاولوا نسكاليو هاد الارقام هادو اللي كنديروا، اللي بغى يتبادل لينيش، اللي بغى يتبادل السكري، اللي بغى يتبادل القوالب، اللي بغى يتبادل كذا. فغتكون خاصه غير بالاتلنت اربيتراج ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كاينش شي حاجه بايونت ولا، كل شيء فري. هي فرصه، كل واحد غادي نعلنوا على اللوطيل اللي غادي نكونوا فيه ان شاء الله الرحمن الرحيم، كل واحد غادي ريزيرفي راسو ويحضر راسو، غادي يكون هذاك الشيء نحاولوا نورغانيزيو بيناتنا على حسب العدد الاشخاص اللي غيكونوا مهتمين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى عجبتكم الفكره، الى عجبتكم الفكره ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ننزلوها في ارض الواقع في شهر 3 او في شهر 4. كنتمنى يكون هذا اللايف فاتكم في شي حاجه او ضاف لكم شي حاجه، ونتمنى نكون وفقت في الاجابه على كل التساؤلات ديالكم اللي كنظن ان هاو يوم انا ستريس ات وورك. كريم ايت وعزيز بيسالني هاو يوم انا ستريس ات وورك. يا خويا الستريس والله العظيم الا غير هو ما ماناجيوش، نخليه هو يماناجينا احنا. انا ملي نشوف الدولار كيدخل والله ما بقى فيه ستريس، المهم هو الدولار. خويا يوسف كازا مراكش،
غادي نشوف فين ما عندناش اشكال هذيك الساعه منين تفاهموا على سميتو جود ايديا. ان شاء الله المره الجايه تكون غادي نحاولوا نخرجوا على ارض الواقع هذه الفكره هذه تكون تقريبا شي يومين ولا 3 ايام. غتكون الفكره ديال انك تجي تلتراح ماشي باش تجي تخدم الخدمه راه حنا خدامين دابا تجي باش تلتراح ومن بعد يكون اكادير. المهم يكونوا لقاءات هكذا بيناتنا في العشيه لتبادل الافكار والنيتشات فقط. اخوان باقي شي تتلاقوا بيتر هيبو واي نوت مرحبا. فشكرا لكم كاملين على الحضور ديالكم على التفاعل ديالكم وان شاء الله نكون وفقت في الاجابه على الاسئله. وكنتمنى من الله بالعكس انه يكون الجروب المعلومات اللي فيه فاتكم في شي حاجه ولو بشكل بسيط ان شاء الله. استودعكم الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ونشوف اضرب لكم موعد باذن الله السبت القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا شي لايف اخر باش اللي باقي عنده شي سؤال اخر ولا اللي خرج له شي اشكال اخر ولا نحاولوا نلقاو ليه الاجابه مع بعض. تحياتي لكم والسلام.